ومع كلمة الأمين العام لحزب الأفلان عمار صيداني، نترككم مع كلمة الأمين العام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وسلم على نبيك الكريم. أخواتي إخواني، هاته هي جبهة التحرير، هاته هي جبهة التحرير، ومن خلالها أقول لا أريد أن أخطب عليكم خطابا سياسيا، لا كلمة تتعلق بالحزب، وإنما جئنا جميعا لعرس واحد، عرس رئيس الجبهة السيد عبد العزيز بوتفليقة. كما نشاهد هتافات وأهازيج في القاعة البيضاوية ترحيبا جئنا بالأمين العام لحزب لنقول الأفلان. لقد رشح حزب جبهة التحرير الوطني المجاهد ابنه الفذ الذي شرب من لبن جبهة التحرير الوطني لعهدة جديدة، ولا ترشيح لغيره، ولا ترشيح لغيره، ولا مرشح غيره. إذن من خلالكم ندعو فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة جديدة. ريح. إذن حزب جبهة التحرير الوطني فليسمع الجميع أن مرشحه للانتخابات الرئاسية هو رئيس الحزب السيد عبد العزيز بوتفليقة. إخواني أخواتي، إخواني أخواتي، هناك من يحوس على اللبن ومغطي الطاس، كاين من يحوس على اللبن ومغطي الطاس. لذلك نقول بوتفليقة 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 بوتفليقة. هناك من يريد أن يفسد هذا العرس، لكن هيهات، الرئيس مترشح والرئيس هو رئيس الحزب ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعهدة رابعة، لعهدة رابعة، لعهدة رابعة. إخواني أخواتي، القضايا السياسية سنكشف عليها مع الإعلام فيما بعد. لذلك أقول
لأولئك الذين يريدون أن يفسدوا عرس جبهة التحرير الوطني. أعطونا شوية شوية هدوء شوية هدوء. عهدة رابعة ورب كبير، عهدة رابعة ورب كبير. بوتفليقة الله أكبر. إخواني أخواتي، إخواني أخواتي، لقد قال حزب جبهة التحرير الوطني ريحوا في أمن تلكم الجماعة. خلاص حزب جبهة التحرير حزب كبير، حزب كبير. وما راهوش مع الحكم، هو في الحكم معاودها، هو في الحكم. لذلك أخواتي إخواني